هناك هتأكد أجندته في رسالته السابعة على أن التعليم الأول يعني الكاريزما قد تحقق في الحصول على تعليم جيد من منطلق دفعي مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما يؤكد مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في اعتبارها ضرورة ملحة للرفع من أداء المنافسة النضجة وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وقد أكدت الدراسات في هذا الإطار على أن الاستثمار في التنمية البشرية خلال السنوات الأولى من العمر يعتبر أكثر نجاعة بنسبة 5 مرات مقارنة مع الاستثمار العلمي وفعاليات المجتمع المدني الأكاديمية. وفي هذه المناسبة أدعوكم لإيفرسي لا تسادة إلى ابتداء الوجهة الملكية السامية في هذا الإطار لرسم معالم ويوجد سياسات